تعرف أكثر عن نقول السلامة بشكل عام، وأيضا برفقتي أستاذ مؤيد من قسم السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون صحة؟ زين إن شاء الله. الحمد لله. الله يحفظك. الحمد لله. وشي. المبدأ هو واحد بالنفط، السلامة أولا. وأريد نعرف من خلالك أستاذ مؤيد، يعني كيف يكون دخول الزائر والمنتسب إلى المحطة السادسة وبشكل عام يعني الحقل النفطي؟ مؤيد حسام مهجر. طبعا انا بالنسبه لي اسئله العفو الاس اتش اي المحطه السادسه. احنا طبعا عندنا باعتباره باب محطه، عندنا علامات موجوده خليهن باعتبار التحذيريه. التحذيريه طبعا عند الدخول لازم يلابس بي بي اي كامل، ملابس ضد الحريق فاير. عندنا قوانين عند دخول مثل اي محطه هسه. اولا ممنوع تليفون، التليفون ممنوع، اتصال ممنوع، التصوير ممنوع. بالإضافة عند دخول المحطات، يدخل المحطة أي أعمال عند أجهزة، لأجهزة طبعاً أكو رباعي وأكو جهاز طبعاً. الكلام موجه للمنتسب للزائر. للزائر وأي باعتبارة شركات تدخل إنه. أي شركات تدخل إنه. إحنا هذا قانون دخول المحطات. بالإضافة هنا من يدخل عندنا فحص غاز. عندنا فحص غاز للشركات، مثل عدة عمل يم الخزان او يم العازلات، فحص الغاز قبل بدء العمل او قبل دخول المحطه. يعني ما يدخل السائد هذه لازم يرتديها. نعم. الخوذه والبدله والجهاز وفحص الغاز. خوذه، النظارات، خوذه والنظارات، والباعتبار السيفتي والملابس الاف ار. باعتبار اي شركات تدخل، كل 8 نفرات لهم جهاز رباعي. حتى شنو؟ حتى هذا يا سامح الله اي شيء يصير باعتبار قريب اليه، هذا يحسسه باعتبار اكو خطر. خطر. حتى شو يسوي؟ يطلع خارج. خلينا نقول للزار، لكن المنتسب اللي يعمل بشكل يومي في المحطه وبالميدان اذا صح الكلام، هذا ثوابت عنده. هذا ثابت يوميا جهاز رباعي عنده دخول المحطه. بالاضافه احنا فحص غاز قبل بدء العمل. وبالاضافه هم نفس الشركه نفسها او المنتسب نفسه عنده جهاز اللي يسمونه الاس اتش اي، العفو الرباعي، اربع غازات، هذا حامله وياه، يبقى ويا هذا الجهاز. فيما عدا دخول المحطه يعني نقول بالجانب المدني اذا صح الكلام، هذا بعد براحته بالاستعلامات، البوابه، الدخول الرئيسي، هذا يعني مدني. هذا خارج يبقى مدني. مدني ما ندخل به ولا انه شغل به، يبقى خارج المحطه. نعم. ايضا السيارات اللي زائرين او سيارات اللي تكون موجوده مع الزائرين لاختصاص ايضا نفط، تكون نوعها من نوع البنزين ولا يعني نوع اخر؟ لا، الغاز. الغاز. بالاضافه احنا طبعا اجي اشوف البطاريه لازم غطايه بار بلاستيك. بالاضافه العادم عليه يسمونه مانع شرر عليه، يا سامح الله، مثل اذا دخل جوا بالمحطه دخل المحطه اذا كان اكو مثل اي غاز وما مخلي مانع الشرر، هذا وين شراره تروح؟ اي شراره يسوي لنا سبب الحريق. اذا السياره تكون غاز ومؤمنه مثل ما ذكرت حضرتك بهذه الامور. طيب، اوقات الدوام بالنسبه لقسم السلامه المهنيه متناوب؟ عندنا صباحي ومسائي. صباحي وعندنا مناوبين. مناوبين بس قبل طبعا المناوب من يدخل اول الصبح يدخل للمحطه. قبل دخول الشركات يفحص، يدخل للمحطه موقع يفحصه، غاز خاف اكو غازات، خاف اي شيء، حتى ينبه باحتمال السيطره يابا اكو غازات موقع. ثم الاجراءات تكون على القسم الاخر. بالاضافه اذا كان عمل عندهم اي شركه عندها عمل، احنا النوب ندخل جوا نفحص قبل بدء العمل، باحتمال احنا يسمونه عملنا كله اني، يعني مو افحص واروح والنوب يشتغل بالشركه، لا، نفس اللحظه احنا يسمونه انا عمل اني، يجي افحص يبدا النوب بالعمل. اتمنى لكم اولا السلامه وان شاء الله نشوفك على خير دائم. شكرا جزيلا حبيبي استاذ. الله يحفظك. مشكور استاذ.